السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أمير. إن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية كما كل يوم إن شاء الله. وقبل أن نبدأ في هذه المراجعة، إذا كنت مشترك معنا فأنشر هذا الفيديو إلى أوسع نطاق ليستفاد منه الجميع. وإذا كنت مشاهد جديد معنا في هذا الفيديو في القناة، أقول لك مرحبا بك، فما عليك إلا الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد كما هو موضح أمامك في الشاشة، وأن تفعل جرس الإشعارات، فهو جد مهم ليصلك كل جديد، لأن هنالك العديد من الطلبة الأعزاء دائما يسألونني لماذا لم يصلنا فيديوهاتك التي تنزلها، دائما تصلنا متأخرة، لأن جرس الإشعارات لم تفعلوه. إذا فعلتم جرس إشعارات كل جديد في تلك الدقيقة التي أنزل فيها الفيديو يصلكم، وأنتم الأحرار في أن تشاهدوه أو تؤجلوا مشاهدته. وفي هذه الحالة إن شاء الله تفعل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد، لأن هنالك مشاريع جديدة سوف أقوم بها في هذه القناة، وإن شاء الله تكونوا من المدعمين ومن المقترحين لي في هذه القناة إن شاء الله. وفي هذه المراجعة الكاملة في حقوق الإنسان سوف أشرحها من ملخص الخاص المساعد أمير في حقوق الإنسان التي وضعتهم في صفحتي الرسمية على فيسبوك ثوهالبر أمير، التي تتضح أمامكم في أسفل الشاشة. أرجو منكم زيارتها والإعجاب بها، فهنالك عدة مواضيع أناقشها مع أصدقائي في تلك الصفحة، وأن تشاركوها مع أصدقائكم أيضا، فهي صفحة اجتماعية وثقافية و قانونية وفيها كل جديد إن شاء الله، وسوف يعني تفيدكم بحول الله. والآن سوف نبدأ في مراجعة حقوق الإنسان، وكل مرة أقول لكم أنا سوف أنقل لكم الفكرة وليس المحاضرة. وإذا أردتم المحاضرة ويعني التوسع في هذا المجال، يعني يمكنكم أن تطلعوا في ملخصي عن التفصيل الممل. والآن سوف نبدأ في الدروس المعروضة في هذا الشرح. هي يعني 4 دروس واسعة جدا، خصتها في 4 نقاط، يعني نقلت الفكرة الأساسية التي تحتاجونها. أولا، الاعتبارات التي جعلت من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ذات اهتمام واسع. هنا سوف نتحدث عن الاعتبارات، وهي جد مهم، هي الأساس الذي قامت عليه حقوق الإنسان. ثانيا، الاهتمام يعني الوطني الإقليمي يعني في الجزائر مثلا، والدول العالمي يعني في إنجلترا وفي العالم يعني بحقوق الإنسان، يعني فجعلوه ثقافة، وعندما كان نظري عبارة عن أفكار فقط طبقوه وأصبح حقيقة، يعني عدم حق هناك حقوق الحيوان ولا تأذي الإنسان وعدم قتل اللاجئين والأسرى في الحروب، يعني هنالك تطبيقات كثيرة في هذا المجال، اهتمام وطني واهتمام دولي عالمي. ثالثا، ندخل إلى تعريف حقوق الإنسان. اختلف الفقهاء ويعني لم يجدوا هنالك تفسير، لكنني بعد جهد وعناء يعني استطعت أن يعني أضع تعريف واحد يعني بعدة اتجاهات، يعني من أجل يعني تدقيق الفكرة وإيصالها للطالب. وأخيرا، الدرس الشامل والواسع في حقوق الإنسان هي مصادره الدينية والفلسفية الفكرية والسياسية زائد الاتفاقية. في هذه المصادر ما يهمنا، يهمنا الاتفاقية. الاتفاقية هي التي يجب عليكم التركيز عليها. والآن سوف نبدأ على بركة الله. أولا، ما هي الاعتبارات التي جعلت مواضيع حقوق الإنسان ذات أهمية واسعة؟ نفترض يا طالب أنه هذا هو سؤال الامتحان، يعني وإذا كانت هنالك ثقافة عامة في مسابقة يعني التوثيق أو مسابقة القضاء، سألوك هذا السؤال، قالوا لك يرجع الاهتمام الواسع والمتزايد بحقوق الإنسان إلى عدة اعتبارات أذكرها يعني كثقافة عامة، ماذا تقول أنت؟ هنالك 3 نقاط أساسية يجب عليك أن تذكرها وتراعيها. يعني أولا، أن هذه الحقوق جاءت مستهدفة للإنسان أو الفرد،
ماذا نعني؟ ماذا نعني بها؟ أن الفرد والإنسان هذه الحقوق عفوا جاءت تستهدفه هو، لأنه هو الأصل المستهدف. لماذا؟ لأنه بالإنسان هذا تتطور حقوق الإنسان، لأن هذه الحقوق ما دام جاءت تحمي هذا الإنسان فهو يعني يكسبتيها، يعني يوافق عليها، لأنه شيء تهمه تلك الحقوق. مفهوم؟ يعني حق السكن، حق التعليم، هناك حقوق كثيرة، حقوق اللاجئ يفرح يعني بهذه الحقوق، فبه تتغير وتتطور وتتعزز هذه حقوق الإنسان، وبالطبع تعتبر ضمانة لهذا الفرد، لهذا الشخص، من أجل تطبيقه عليه يعني حق العمل. حق يقول كيف يعطوني يعني الخدمة، وكيف شيء يقول لك حق العمل وأنا ما أعطونيش خدمة؟ الدولة عندها ميكانيزمات وضمانات، ضمانات تضعها يعني في القانون الأساسي للعمل، القانون الأساسي التجاري، يعني هنالك حقوق يعني مكرسة للفرد، إنه ينالها بمحض مسابقة أو يعني بالإرادة، وبمحض يعني تكون هنالك مسابقة أو يكون هنالك يعني شيء ما يجعله يستحق ذلك الحق، لا يعطوه ذلك الحق هكذا فقط، لأنه يجب أن يكون ذو يعني أهلية يعني لذلك لاستقبال ذلك الحق. لا يستطيع أن يعطوا سكن أو شيء ما هكذا لمجنون، يعني لأنه محجور على حقوقه المدنية والسياسية. والآن سوف ننتقل إلى النقطة الثانية، انتشار القيم الديمقراطية. هذه الأفكار والقيم الديمقراطية يعني انتشرت. كيفاش انتشرت؟ انتشرت وطنيا، يعني في الجزائر مثلا أو في المغرب أو في مصر، داخليا ودوليا عالميا، يعني في أوروبا وفي آسيا. يعني علاش انتشرت؟ لأنها رجعوا هذه حقوق الإنسان، رجعوها كثقافة، رجعوها كثقافة، اسمها ثقافة حقوق الإنسان. يعني ما كاش واحد يكون يمشي يضرب خوه، ولا هنالك الشتم، أو هنالك الاعتداء، أو هنالك القتل يعني العمدي وفي يعني أمام الملأ. لا، يعني هنالك أصبح الثقافة أنك تحترم، أنك الحق في الاحترام، الحق في الـ يعني الـ المساعدة. هنالك عدة حقوق، يعني حقوق يعني مادية، وهنالك حقوق معنوية أيضا. يعني هذه الحقوق أدت إلى يعني ترسخت في ذهن الأشخاص، يعني أصبحت ممارساتها عالمية، ترسخت في ذهنهم، يعني أصبحوا يمارسونها بطلاقة وبيعني فرح عندما يمارسونها، كمثل المنظمات الغير حكومية. أليست تعطي حقوق للناس؟ الحق في الأكل، الحق في الشرب، يعني هما يجسدون هذا الحق عن طريق ثقافتهم الواسعة وترسيخها في الناس. لذلك أنشئت بفضل هذه المنظمات عدة منظمات عالمية وإقليمية ودولية، يعني من أجل نشر هذه الثقافة. والآن ننتقل إلى الاعتبار الثالث، بفضل حقوق الإنسان. يعني بفضل حقوق الإنسان أو نتيجة تعرض الإنسان للانتهاكات والاعتداءات الجسمية والجسيمة، يعني وانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، يعني التي يعيش فيها الإنسان، التي تعتبر مقره، ويعني هو يعيش في هذه البيئة، يعني ما جياش تفسد له البيئة وتشوهها له، يعني هذا يعتبر جزء من الإنسان. يعني لأن المحيط يجب علينا أن نحافظ عليه. مفهوم في هذه النقطة؟ يعني الإنسان في هذه الحالة نتيجة هذه الاعتداءات والانتهاكات الكبيرة، يعني تزايد إدراكه، يعني بفضل حقوق الإنسان تزايد الإدراك الشخصي للفرد، أصبح يحافظ على محيطه، أصبح يدرك عفوا أن هنالك مخاطر يتعرض لها، وأنه لا يجب عليه أن يتعرض لذلك لحقوق الإنسان، يعني حقوق الأشخاص الأخرى، لأن هذه الممارسات الخارجة عن مقتضيات المحافظة على التوازن البيئي من شأنه أن تهدد كل إنسان في أن يعيش في بيئة صحية ونقية ونظيفة ومتوازنة. وهذا النوع من الحقوق هي حقوق الإنسان من الجيل الثالث، لأنها حقوق حديثة. كي نقولوا البيئة، يعني الحقوق المتعلقة بالبيئة، يعني هي حقوق من الجيل الثالث، يعني هي من الجيل الثالث. والآن انتهينا من هذه الاعتبارات، وسوف ننتقل الآن إلى موضوع أو نقطة أخرى. عفوا، هذه الحقوق
التي أنشئت بفضل اتفاقيات وعدة مصادر، يعني قد نالت إعجاب، يعني إعجاب، عجبوهم الدول هذو الحقوق، عجبوهم. وش ولاو يديروا؟ حبوا يديوهم، حبوا يجيبوهم هذو الحقوق باش يبقوهم في البلاد ديالهم، مفهوم؟ هنالك اهتمام وطني، اهتمام وطني يعني غير في الجزائر أو في مصر أو في المغرب أو في السعودية، يعني هنالك اهتمام وطني فقط في الوطن، وهنالك اهتمام دولي يعني فاق الجزائر، يعني في أوروبا وفي خارج عن الدول، يعني عالمي، يعني جميع الناس يعني عجبها واهتمت بالاحترام. شكون ما يحبش الاحترام؟ ما كاش واحد ما يحبش الاحترام. صافي، يعني يعني في الوطن عجبوهم، وفي الدول يعني الخارج عن الوطن عجبوهم تاني، ويعني عجبوهم حقوق الإنسان والحريات ديالو الأساسية. والآن نبدأ بالاهتمام الوطني الإقليمي، يعني في مستوى الدولة فقط، في الوطن. يعني كيف، يعني كيفاش الدولة، يعني الوطن، ذلك الوطن اهتم بهذه الحقوق عن طريق، اهتم بها عن طريق ثلاثة أشياء مهمة، أو ثلاثة نقاط مهمة يجب عليكم التركيز عليها. وهنا يستطيع أن يسألكم الأستاذ أو يسألكم يعني في المسابقات، يقولون لكم كيف نجعل حقوق الإنسان ثقافة. يعني هنالك سؤال يستطيع أن يطرح هكذا: كيفاش نرجع حقوق الإنسان ثقافة؟ يعني نرجعها مثل أنها ترسخ في أذهاننا كما قلت لكم من قبل، عن طريق تعميمها ونشرها وحمايتها. يعني في هذه الحالة نستطيع أن نجعلها ثقافة، لكن هنا سوف تعرفون كيف حقيقة أن نجعلها ثقافة. أولا الاهتمام التشريعي، أول اهتمام هو يسموه الاهتمام التشريع. ماذا نقصد به؟ أن المشرعون الدستوريون، يعني اللي يديروا الدستور، نعرفوا باللي الدستور في الورقة الأولى دي المر الديباجة، نلقاو الحرية، يعني مر الشعب، نلقاو حريات الإنسان الأساسية وحقوق، يعني فيها مجال الحقوق ومجال الحريات، مفهوم؟ في هذه الحالة بدأ هذو المشرعين يعطيوا لهذو المواضيع تاع حقوق الانسان عنايه خاصه، يعني ميزو، يعني متميزه هذه العنايه، يعني ولاو يهتموا بهم بزاف. على كيفاش يعني تجلى هذا الشيء؟ يعني عن طريق ماذا تجسد هذا الاهتمام؟ عن طريق يحطوا في الدساتير، يعني يضعون او يضمنون دساتير الوطنيه الخاصه بتلك الدوله احكاما عديده حول وجوب احترام هذه الحقوق والحريات والحمايه والترقيه والتعزيز وتقرير الضمانات من اجل تجسيدها وتطبيق هذه الحقوق. يعني اصبح المشرع الجزائري يضع في الدستور هذه الحقوق، وكيحط في الدستور هذه الحقوق صافي ما كاش هضره، صافي القوانين اللي يجوا تحت الدستور كاع لازم يكون فيهم الحقوق، هذا الاحترام وتعزيز الحقوق وتقرير الضمانات باش نمدوا الحقوق هذوك. صافي، في هذه الحاله الدستوري، المشرع الدستوري والمشرعين يعني في البرلمان جميعا يعني اعتمدوا على حقوق الانسان كمصدر اساسي من اجل تشريعاتهم المتعلقه بالدستور. وهذا ما أقره المشرع على الجزائري على سبيل المثال منذ الاستقلال عبر كافة الدساتير. يعني مل يعني وقت الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان في سنة 1945، يعني من هذاك الوقت من اللي ظهر حقوق الإنسان، يعني المشرع الجزائري يعني في الدساتير ديالو تاع 63 و76 و89 و96 و2016 كاع فيهم باب اللي يسموه الحقوق والواجبات الأساسية، الحقوق الأساسية والواجبات، يعني حقوق الإنسان. أولا هذه النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية يسموه بالاهتمام القضائي. ماذا نقصد بالاهتمام القضائي؟ دوكا رحنا خرجنا من التشريع، خرجنا من الدستور، دوكا رحنا في السلطة القضائية. أن هذا القضاء ماذا دوره؟ دوره هو تعزيز الحماية، أن هذا الدور القضاء هذا يوفر الضمانات، يعني يدير الحماية الحقوق هذو. صافي، واحد ما يقدر يضربك ويدير الضمانات باش يعطيه لك الحقوق هذو، باش هذاك الشخص ملزم باش يعطيه لك حقك. يعني هذا هو القضاء، يلعب دور وطني، يعني دور أساسي في مراعاة تطبيق والتزام بتوفير الحماية الواجبة لهذه الحقوق والحريات الأساسية. يعني من خلال واش نحميهم؟ بتوفير الضمانات،
باش واحد ما يضربك، واحد ما يكون تمشي برا الحق في التنقل، كاش واحد يسالك يقول لك ما تركبش مترو اركب طرام، كاش واحد يسالك يقول لك ما تركبش كار اركب طاكسي. يعني في هذه الحاله حق التنقل، حريه التنقل، واحد ما يدخلوه باش يبنى لك. في هذه الحاله هنالك عدة ضمانات، يعني نقدر نعطيه مثال، يعني المحاكمة العادلة. المحاكمة العادلة يعني كي تذهب عندك حق في المحاكمة العادلة، ما يقدرش دوك انت ظالم ومظلوم، يعني الحال مش القاضي يعني في القضاء يعني كيما يحب ما يعطيلكش حقك ويعطيه للظالم. في هذه الحالة انتهاك لحقوق الإنسان. فكي عندما نتحدث عن القضاء أو عن القضاء الوطني الذي يلعب دور أساسي في تطبيق والالتزام بتوفير حماية الواجبة لهذه الحقوق، لازم نحكي عن المحاكمة العادلة، لأن المحاكمة العادلة فيها شروط وإجراءات القانون اللي حددها، يعني هو القانون الدولي وليس الوطني. مش الوطني هو اللي قال لهم كيف يديروا محاكمة عادلة، الدولي، القانون الدولي يعني هو اللي دار هذه الشروط والإجراءات الذي أخذتها الجزائر أو المغرب أو تونس أو غيرها وطبقتها في بلدها. مفهوم؟ يعني في هذه الحالة هذه نقطتين أساسيتين، وهنالك نقطة ثالثة وأساسية أيضا، هي سهلة هذه النقطة، وهي نقطة يعني الآن أنا يعني أجسد فيها وأطبقها، هي التدريس والتعليم، يعني التوسع في تدريس مادة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. أنا دكاني نجسد في حقوق الإنسان عن طريق فيديو يشاهده الناس يعني أو الأشخاص أو الطلاب. يعني في هذه الحالة أنا أجسد ورسخ مادة حقوق الإنسان وأدرسها، خاصة في مرحلة التعليم العالي، خاصة بسكم يقرأوهاش في بزاف في المتوسط أو في الابتدائي، لكن يدرسونها بشكل كبير في مرحلة التعليم العالي يعني الجامعي. وهذه الصورة تعد من صور اهتمام بهذه الحقوق، ما دام راني ندرس فيها صافي انا راني نهتم بهذه الحقوق، مفهوم، التي تتداول على مستوى الداخلي ومعظم دول العالم. وهذه الحالة يعني انا يعني في هذه الحالة انا اعمل على ترسيخها في الذاكرة الوطنية، يعني حقوق هذه يعني في الذاكرة الوطنية، باش كي يجوزوا 100 سنة 200 سنة راح يقعدوا الحقوق هذو يمشيوا ما يحبسوش يعني في الوطن، يعني من أولاد لولاد 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 أجيال وأجيال تتداولها. وفي هذه الحالة هذه الخاصية ألحت بها الشرعية الدولية العالمية والإقليمية، اسمها الشرعية الدولية، ما عندهاش اسم محدق. واش معنى الشرعية الدولية؟ أنه شيء قانوني. هذه الشرعية الدولية يعني أن الشيء الذي تعمله هو شيء مشروع، مفهوم، شرعية دولية عالمية وإقليمية لحقوق الإنسان، اسمها هكذا، شرعية دولية عالمية يعني وإقليمية لحقوق الإنسان. مثال، نعطي مثال عن الشرعية هذه. من هي هذه الشرعية؟ هي مجلس الأمم المتحدة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاي في سويسرا، يعني المقر ديالو في سويسرا جنيف. وهنا انتهينا من الدور الوطني الإقليمي، والآن سوف ننتقل إلى الدور الاهتمام العالمي. يعني هذا الموضوع تحقق الإنسان وحرياته هذه يعني في الدول في العالم قاعدين اهتموا بها، نلقاوها مجسد يعني بزاف في العلاقات الدولية، يعني الاحترام المتبادل بين الأطراف، العلاقات خاصة في الجوانب السياسية يعني تاع الخارجية، يعني العلاقات الدبلوماسية مثلا، يعني ما كاش على الله تبعث واحد بلا سلاح يروح يعني تما كيدير الدبلوماسية يعني تاع المفاوضة السياسية بالاحترام والتبادل والنقاش، يعني ويولي عنده الحق باش يروح، عنده الحق باش مستقبله يستقبله مليح، عنده الحق في الكلام، عنده الحق بزاف صوالح. يعني في هذه الحالة نلقاوها في معظم هذه الجوانب. وعدنا أربعة مظاهر أو أربعة اهتمامات عالمية دولية عالمية، يعني كي نقولوا دولية هي عبارة عن اتفاقيات، نلقاها بزاف الاتفاقيات العالمية، مفهوم. يعني هنالك أربعة اهتمامات. أول الاهتمام هو اشتراك الدول المانعة، اسمها دول مانعة للمساعدات للمؤسسات يعني للمساعدات، يعني هنالك دول مانعة أو مؤسسات مالية، هذه الدول المانعة ولا المؤسسات المالية ولا تاع النقد للقروض، يعني هنالك مؤسسات مالية ومؤسسة ودول مانعة وفيها المؤسسات المالية وفيها النقد للقروض، باش يكون تدخل الدولة المتلقية للمساعدات والقروض إيجابيا يعني
مفهوم. فيما يتعلق بمراعاة واحترام وتطبيق حقوق الإنسان، يعني يكون تدخل ديالهم هذو المؤسسات يعني الدول المانعة، يعني اللي يعني في الحقيقة يعني تمتنع عن تقديم المساعدات. هذه الدول المانعة ماذا، لماذا سموها مانعة؟ لأنها تمتنع عن، ما تستعرفش بهذه الحقوق، استعرف. لكن في هذه الحالة هي اشتركت لتساعد بما يعني بمؤسساتها المالية والنقد للقروض في أن يكون يعني يسلفوا دراهم وباش يعطوا لهم دراهم، ويعني يدعموا الحقوق هادو مليحة، الحقوق هادو يعني باش يكون تدخل الدولة هذه المتلقية للمساعدات والقروض إيجابيا، يعني تكون هذه الدول تقوم بفعل إيجابي، يعني تقوم بفعل إيجابي للأفراد، للأشخاص، للمؤسسات، يعني باش يحترموا ويطبقوا حقوق الإنسان. هذه النقطة الأولى، يعني هنالك مؤسسات مالية وللقروض أيضا تتدخل وتعترف بالدول المتلقية للمساعدات، يعني أنا عاونت الدولة، هذيك الدولة اللي عاونتها يعني تكون التدخل ديالها إيجابي، يعني مفهوم، تكون إيجابي خاصة في مراعاة احترام وتطبيق حقوق الإنسان، ماشي كي عاونتك بمبالغ مالية كبيرة تقومين بشراء سلاح وقتل الأشخاص، ويعني في هذه الحالة أنتم دول مانعة. لذلك أرجو منكم أن تحترموا هذه الحقوق وأن تعززوها وتطوروها. في هذه الحالة انتهينا من النقطة الأولى. الآن ثانيا النقطة الثانية، الاهتمام بهذه الحقوق. هذا الاهتمام بهذه الحقوق، مارغريت تعدد الصور تاعو والتطبيقات تاعو، سمي بالتدخل لأسباب إنسانية. التدخل لأسباب إنسانية ليس لحماية المواطنين في الدول، ليس تدخل لأسباب إنسانية زي أمريكا على سبيل المثال تتدخل في دولة أخرى من أجل يسمى بالتدخل لأسباب إنسانية. أنا رأت اضطهاد في تلك الدولة فتدخلت أمريكا، يعني نتيجة اهتمامها بحقوق الإنسان، أنا لا تحب الاضطهاد والعدوان، ومنه تدخلت في تلك الدولة بمصطلح أو بقانون أو باتفاقية تسمى بالتدخل لأسباب إنسانية، وماشي باش يحميو المواطنين في الدول الذي يعهد إليها المجتمع الدولي، باش يحميو الدول المستهدفة من هذه التدخل، حماية الأقليات مثل البوسنة والهرسك. يعني هما دخلوا باش ماشي يحموا المواطنين، يعني المواطن في تلك الدولة، بل يحموا الدول المتعرضة لهذه الانتهاكات. يعني الدولة في الجزائر عندنا احنا لاجئين، مثال عندنا من سوريا، عندنا من بزاف، من الصومال، عندنا من نيجيريا، عندنا بزاف لاجئين في الجزائر. يعني في هذه الحالة نعطي على سبيل المثال، عندما يرون أمريكا أننا نعتدوا عليهم ونعملهم يعني ونعنفهم، ويعني تتدخل بحجة التدخل لأسباب إنسانية ومشي باش تحمي المواطنين، يعني أنا كمواطن في الجزائر مشي دخلت باش تحميني أنا، بل لحماية الدول المستهدفة من هذه الانتهاكات، يعني لحماية الأقليات، بس هم أقليات كي نقولوا أقليتهم شوية مشي بزاف، مفهوم. مثال قضية البوسنة والهرسك، مفهوم، البوسنة والهرسك المسمات بالجبهات العرقية، لأن عرقهم يعني يسموه جبهات عرقية، يعني داخل دخلاء على تلك الدولة، مفهوم، دخلاء على تلك الدولة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تستهدفهم والتي مارسوا عليهم التطهير العرقي. صاف كيما ألمانيا كانت مخلطة، مثل كانت مخلطة جا هتلر صفاها قاع، رجعها خلاها جنس فاشي، خلاها جنس ألماني، يعني ما كاش أفراد ألماني يعيش في ألمانيا، لذلك سمي بالجنس الصافي هي ألمانيا. ومارسوا عليهم أيضا الإبادة الجماعية، الإبادة، الحرق وغيرها، والجرائم ضد الإنسانية، وهنالك جرائم الحرب أيضا. يعني هذا التدخل لأسباب إنسانية، لأن هذه الاهتمام تعددت، يعني من بينها تدخل لأسباب إنسانية، لذلك عليكم التركيز عليها. الآن ثالثا النقطة الثالثة، توفير حماية خاصة بفئات معينة من الأفراد والجماعات. الآن اهتمام الدولي والعالمي الذي تمثل وتجسد عن طريق اتفاقيات بين الدول، يعني رجعوا يعني اتفقوا باش يديروا حماية خاصة لفئات معينة من الأفراد والجماعات، هادو سبيسيال، هادو يحميوهم غير هما سبيسيال، باسكو هما الاتفاقية داروهم على جالهم،
زعما انا وواحد صاحبي نديروا اتفاقيه باش نحميو ارض، قطعه ارض نحميوها من اي اعتداء. صافي هذه انا لجال هذيك علاجها، صافي نكرس وقتي ونكرس الجهد ديالي باش نحمي هذيك الارض. صافي اذا اعتدوا عليها فانا مسؤول عليها ويجب علي التصدي لهذيك العدوان. بهذه الطريقه فهموها، هادو الاتفاقيات داروا حمايه خاصه لفئات معينه. مثال اسرى الحرب، المدنيين يعني في الحرب ياخذوا اسرى ويضعونهم في الحبس باش ما يقتلوهمش باش ما يضربوهمش، يعني هذه هي اتفاقيات متعلقه باسرى الحرب. او غير المقاتلين او اللاجئين او العمال الاجانب او الاطفال او الشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصه وجماعات السكن الاصليين، مثال الهنود الحمر في قارات امريكا الشماليه والجنوبيه كيحوزوهم، يعني عندهم حمايه. قال لك هذو الهنود الحمر كيف صافي وين يروحوا من بعد كيحوزوهم؟ صافي في هذه الحاله عطاو لهم يعني استقرارهم العادي والاصلي في امريكا. وايضا الرابع واخيرا، رابعا واخيرا في هذه النقطه، هو الدور المهم. هنالك دور مهم تقوم به بعض الهيئات، كاين دور مهم تقوم به بعض الهيئات، يعني كما المنظمات الدوليه والحكوميه والغير حكوميه. لكن نهضروا على النقطه الرابعه، نهضروا على الدور الذي تلعبه الهيئات الحكوميه والغير حكوميه في حمايه حقوق الانسان و يعني تعزيزها. يعني ايش معنى تعزيزها؟ هي المحافظه عليها وتطويرها. مثال عندنا الغير حكوميه كما مفوض، مثل مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين. هذه مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين تحمي اللاجئين في الدول، يعني تعطي لهم حقوقهم، تتوفر لهم الحقوق اللي لازم. مثال منظمه العفو الدوليه هي غير حكوميه، مراسلون بلا حدود، اطباء بلا حدود، كما هنالك منظمات دوليه اقليميه جايين في الاقليم ديالنا، يعني اقليم تسمى اقليم البحر الابيض المتوسط، هنالك اقليم تاع افريقيا، يعني في اقليم افريقيا، اقليم المحيط الاطلسي، هنالك اقاليم. فكما محاكم الاوروبيه مثلا، هنالك محاكم اوروبيه في الاقليم الاوروبي، هنالك محاكم عربيه لحقوق الانسان والشعوب في افريقيا، في العرب المشرق العربي كاع كاين محاكم عربيه لحقوق الانسان والشعوب. واش معناتها الشعوب؟ صافي الخارجين عن المواطنين، يعني ما نقولهمش مواطنين، نقولهم شعوب داخلين في هذاك البلد، لكنهم لا يحملون اسم مواطن، ما يحملون اسم شعبي، يعني شعبي داخلي، يعني ماشي شعبي كما نقولوا حنايا برك. هما عندهم قانون اساسي يسموه الشعوب، هذا داروه بكري ولحد الان مازالوا يمشي. صافي كيجي واحد من الخارج للجزائر صافي او من دوله اخرى صافي يحكموا قانون الشعوب، ما يحكموش القانون المدني، باسكو حنا المدني يحكمنا حنايا والشعوب يحكموه هو. وفي هذه الحاله انتهينا من هذه الاهتمامات والدوليه والوطنيه وكيفاش نرجع حقوق الانسان ثقافه، هذا كل شيء كملناه. والان سوف ننتقل الى تعريف حقوق الانسان. كما قلت لكم حقوق الإنسان في تعريفها جمعتها لكم في أربعة أو في ثلاثة نقاط أساسية، يعني كيفاش كانت من الأول، يعني أصول تحللة وكيف والقدم المواضيع دياولها، يعني أصل المواضيع دياولها كيفاش كانوا. وثالثا كانت علمية ومبهمة، يعني ما كانتش مالقري كانوا دايرينها، كانت علمية عملية مبهمة، يعني ما فهموا لهاش. جات حقوق الإنسان بصح ما فهموش كيفاش يابليكيوها. الآن سوف ننتقل إلى أصولها الأولى. هذه الحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة متوازنة في العنصر البشري بصفاته هذه. يعني كي نحب نطرح السؤال واش نقول؟ نقول هل ولدت معه؟ هل حقوق الإنسان هذه ولدت مع الإنسان كي رانا نقولوا هي حقوق متأصلة متوازنة في العنصر البشري؟ صافي هذه الحقوق جات مع الإنسان، اسمها حقوق الانسان جات معاه صافي لصقا فيه، برك حنا خرجناها رجعناها نظريه، رجعنا نشوفوها وبعد ولينا نابليكيوها كما قلنا في الاهتمامات هذوك. فهمتوها هذه؟ صافي نطرحوا السؤال نقولوا هل ولدت معه؟ هل هي هبه من الله ام من الطبيعه؟ ها يعني هل ربي عطانا هذه الحقوق ولا جات من الطبيعه؟ يعني الطبيعه يعني الحق في الحياه، الحق في الحريه، الحق. هذه هي اصولها الاولى، فقط تطرح علامه استفهام. وثانيا قدم مواضيعها، لان المواضيع ديالها رغم القدم ديالها قدم البشريه، بكري 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 قرون يعني،
يعني قرار حقوق الإنسان كاينة، لكن الاهتمام بها حديث. كانت بكري كانت ما تقدرش تقتل آدم، ضرب شادم، ما تديرش هكذا، مي الاهتمام يعني ما كانوش يهتموا بها بكري، ما كانوش دايرينها في الحساب. مي كانت مي دوكا بانت يعني، ولو يهتموا بها حديثا عن القانون الدولي هذا يعني، بها حديث يعني الاهتمام بها حديث عن القانون الدولي. القانون الدولي قبل ما يكون يعني كانت الحقوق الإنسان عندها اهتمام، يعني باش جا القانون الدولي هذا تاع حماية حقوق الإنسان، فهم يعني وقتاش بدات في الظهور هذه حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الشيء معلوم، بعد الحرب العالمية الثانية بدات تبان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1945 والعهدان الدوليان تاع الأمريكان يعني، وما سمي بالشرعية العالمية لحقوق الإنسان. صافي هذه الحقوق مشروعة ولازم كاع الناس يدوها، وزعما الحق في الاستقلال، تقرير المصير، يا ودي انا ما قعدتش تحت الغبينة. صافي في هذه الحالة بدات تطالب الشعوب بالحق تاعها، وهنا تجسدت في شكل اتفاقيات، وهي تشكلت في شكل يعني نظري يعني، ولات تبان يعني، لو اهتموا بها الناس، فهم في هذه الحالة. وكانت مواضيعها عند إعداد الميثاق علمية مبهمة. نقرأ أنا في النقطة الثالثة، كانت علمية عملية مبهمة، شافوها وعرفوا بلي كاين حق في الاحترام، الحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في الرعاية الصحية، بس ما عرفوش كيفاش هذو يديروهم، كيفاش نبليكيوهم. يعني في هذه الحالة كان اختلاف ايديولوجي بين الأفكار الاشتراكية والليبرالية. اشتراكية تعرفوها تاع روسيا، والليبرالية تاع امريكا، اختلفوا. كاين هذا يقولوا هكذا والاخر يقولوا هكذا، يا علام نديروا. فهمتوا في الحالة هذه؟ بيان سور هنا تحبس، كانت مختلفة وخلاص. الان تعريف شامل لهذه الحقوق الانسان. دوكا مالغري ما يعني تعريف تاعها مخلط، وما كاش تعريف واحد، وما كاش تعريف اساسي، وما كاش تعريف متفق عليه قاعيتيك، بصح كاين نقدروا نعرفوها من طرف استاذ مختص في المجال. كاين استاذ مختص في المجال عرفها بهذا التعريف، هي فرع خاص يعني بريفي من فروع العلوم الاجتماعيه، من فروع العلوم الاجتماعيه، يختص بدراسة العلاقات بين الناس. يعني هذا الفرع العلوم الاجتماعية تختص بدراسة العلاقات بين الناس، استنادا إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني. يعني عن طريق تحديد الرخص، يعني هذه حقوق الإنسان هو فرع من فروع العلوم الاجتماعية، وفرع خاص هذا يختص باش يدرس العلاقات بين الناس. على من يتأسس؟ يتأسس على كرامة الإنسان، يعني باش حاجة ما تقيسه، وباش يحدد الواجب الحقوق والرخص اللي لازم يعني باش نعطوها لهذاك الإنسان باش يظهر بها، زعما الحق في الساكن، الحق في تفرح حتى كي يعطيولك السكنة، صافي شغل. في هذه الحالة هذه الرخص ضرورية باش يظهر كل كائن إنساني. فهي التعريف تاعها واسع يعني، واسع بزاف بزاف يعني لدرجة كبيرة يعني، وهو متداول في الدستور وفي القوانين الوطنية منذ القرن 19. والآن سوف ننتقل إلى موضوع آخر أو نقطة أساسية أخرى، وهي يجب عليكم التركيز عليها جدا، هذه النقطة أساسية جدا، خصائص حقوق الإنسان. أنت كإنسان ما هي خصائصك؟ أنك ابن آدم، أنك إنسان مستهلك، أنك إنسان تتنقل، أنك إنسان تتكلم، أنك إنسان تسمع، يعني هذه الخصائص اللي تميزك أنت، وأنك شيء لا يتجزأ، ما نقدرش نحيو لك رجليك ويديك، يعني أنك شيء كامل، يعني كامل في نفسك، في روحك، في جسمك، يعني ما نقدروش، يعني أنت كشخص أنا أعلنت لك خصائص، ما بالك في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عندها 5 خصائص أساسية. أول خاصية هي أنها مسألة وطنية داخلية. وش معناتها مسألة وطنية داخلية؟ مارغري، شوف كي نقول لكم مارغري، نقولوا على غرار ولا على رغم، على رغم من اختلاف القوانين والتشريعات الوطنية واختلاف مستواها والدرجة ديالها والدساتير ديالها اللي داروهم والجهد اللي بذلوه في مجال تقنين حقوق الإنسان وحرياته ووضع ضوابط لحمايتها وضمانها. يعني مارغري واش صرا هذا قاعيتك، حطوا ضوابط لحماية تاعها وضمان تاعها باش التطبيق تاعها يكون مضمون.
لان القوانين والتشريعات الوطنيه يعني هي حقوق انسان مساله وطنيه، باسكو لان المشرع الجزائري والمشرع المصري والتونسي يعتمدوا على تقنينها في الدستور، و يعني باش يرجعوها عطاو لها ضوابط باش يحميوها وباش يضمنوها باش يضمنوا التطبيق تاعها. اول خاصيه. الخاصيه الثانيه هي عامه ومطلقه. وش معناتها عامه ومطلقه؟ انها يعني تتجسد على جميع الافراد، انها تتطبق على جميع الافراد عامه، الناس قاع يتيق عندهم الحق، قاع عندهم الحق يعني على وجه الاطلاق وفي جميع الاحوال، لا يجوز تقييدها الا استثناء في حاله الضروره، نقدر نقيدوها على عباد في حاله الضروره، ولازم تكون مشروطه هذه الضروره. باسكو ما نقدروش نهدروا هذه الحقوق او الطائفه هذه من الحقوق، مثل حريه الراي التعبير ما نقدروش نمارسوها، يعني نعتادوا بها على الحياه، على حرية الحق في الحياه، اسمه تصادم الحقوق. لوك عندكم الحق في عندكم الحق في الناس كاع باش يعبروا باش منا، بصح ما نقدروش نعبروا بطريقه غير مشروعه، يعني حنرجعوها اعتداء على حق واحد اخر. صافي انا حريه التعبير ديالي نعتدي بها الحق في الحياه لشخص واحد اخر، في هذه الحالة تصادم الحقوق، في هذه الطريقة ما عندكش حق في التعبير، ما تعبرش. فهم يعني هي يسموها تصادم الحقوق، لا يجوز تصادم الحقوق، يعني تطبق على جميع الأشخاص من بوجه الإطلاق، لكن يجوز تقييدها إذا تصادمت الحقوق، لأن حرية الرأي والتعبير ما نقدروش نمارسوها وإحنا نعتديو على حق في الحياة. هذه هي النقطة الأساسية. ثالثا، الخاصية الثالثة تكاملها فيما بينها، أنها متكاملة. واش معناتها متكامله؟ صافي مترابطه، ما تتقسمش، غير قابله للتجزئه. واش يسموها هذه؟ اسمها وحده حقوق الانسان، ان حقوق الانسان هي واحده غير مجزاه، عدم قابليتها للانقسام، فما نقدروش نمدوا اولويه الحق على حق اخر، ما نقدروش. مثل الحق في الغذاء والعمل على حساب الحقوق تاع الجيل الاول المدنيه والسياسيه، حق حريه التعبير والمحاكمه العادله، انها متكامله في بعضها، جمع بعضها، ما نقدروش نمدوا اولويه حق على حق. في هذه الحاله ما نقدروش نمدوا اولويه حق على حق. مثل اولويه حق الجيل الثاني كما الغذاء والعمل، يعني هما نعطوا لهم الاولويه على حساب الحقوق المدنيه والسياسيه، كما مثال حق التعبير، حريه التعبير والمحاكمه العادله. صافي هنا في التضارب الحقوق ولا تصادم الحقوق وأولوية الحق على حق، هنا ممنوع. صافي هي متكاملة ومترابطة. هنا يا رانا تفهمنا، يعني هنا صيبو. الآن لا يجوز التنازل عنها. هذه الحقوق بالنسبة للإسقافية ما نقدروش نتنازلوا، تقدر تتنازل على حق الحرية انتها، تقدر تتنازل على حق في الحياة، تقدرش، لا يجوز التنازل عليها لأي ظرف كان، حتى بالرضا تاعك تقدرش تنازل عليها، لأنها ملازمة للشخصية، الشخصية ديالك، ما يقدرش يعيش الإنسان بلا بها. مثال حقوق الجيل الأول، تقدر تعيش بحقوق الجيل الأول، وهي حقوق متواجدة في مصادر حقوق الإنسان. أو الجيل الثاني، الغذاء والعمل، تقدرش تاكل وتحب ما تاكلش كيفها، تقدر تنازل على الماكلة أنت، ما تقدرش، تقدر تنازل على الممارسة السياسية إذا كنت سياسي، إذا كنت مدني يعني أنت مواطن، تقدر تنازل، ما تقدرش تنازل عليها، لصقة فيك هذه الحقوق، يعني تجسدك أنت. في هذه الحالة عندنا العنصر الأخير وهو عدم الاحتجاج بقاعدة التقادم. مثال، أنك ارتكبت انتهاك في حق حقوق الإنسان، ارتكبت انتهاك في حق في حقوق الإنسان، زعما إرهاب ذهبت وقتلت وشوهت عباد، يعني بعد احتجشت بقاعدة التقدم بعد مرور 30 سنة أو على اختفائك واختبائك، قلت لهم أن القانون يعفي أن ذلك أولئك الأشخاص الذين قاموا بفعل هذه الأشياء ومنا ومنا ومنا، لكن في حقوق الإنسان إذا تعرض الإنسان لخدش في حيائه أو في قدره أو في احترامه، يعني حسب نظام روما الذي جاء بجرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم بموجب النظام وتسمى بجرائم الموصوفة في القانون الجزائري، هي يعني بما تسمى بجرائم الإبادة والإرهاب وضد الإنسانية وجرائم بموجب النظام روما، يعني يكون هناك جرائم عديدة بموجب نظام روما. هذه الجرائم يعني القانون الجنائي
الدولي يعني لا تجوز الاحتجاج بقاعدة التقادم، تقول لك ما تعاقبنيش خاطرش طاحت عندي بزاف من يدك الإبادة الجامعية. في هذه الحالة ما نقدروش نحتجوا بقاعدة التقادم. والآن انتهينا من خصائص حقوق الإنسان، وسوف ننتقل إلى شيء مهم وشيء أساسي وشيء جد يعني لازم تركزوا عليه في هذه الحالة، هو المصادر حقوق الإنسان. مصادر حقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاثة مصادر، وسوف نتناولها بصفة جزئية ومبسطة جدا جدا جدا. يعني في هذه الحالة ركزوا مليح، نعطوها بصفة مبسطة جدا. وإذا كم حابين التفسير يعني أو التحليل هذه المصادر يعني بكافة تحليلها المنطقي والأساسي وال يعني القانوني، يعني تستطيعون الذهاب إلى ملخص المساعد، هو في صفحتي The Helper Amir الواضحة أمامكم أسفل الشاشة، يعني اذهبوا إليها في الفيسبوك، اكتبوا The Helper Amir يعني تتضح إليكم الصفحة، وادخلوا إلى تلك الصفحة وابحثوا عن هذا المصدر بعد الإعجاب بها طب بالطبع. الآن مصادر حقوق الإنسان. أولا لدينا مصادر دينية، هذه المصادر الدينية هي نابعة من الأديان السماوية مثال اليهودية المسيحية والإسلام، يعني هذه الديانات هذو جو بالتعاليم تاعها، كل زمان الإسلام يعني هو دين الحق، جاء بعدة حقوق يعني للمرأة وحقوق لحقوق في الميراث، وهنالك عدة حقوق يعني ينظر إليها دين الإسلام خاصة في القرآن الكريم. ووضعت هذه الديانات وضعت الأساس الفكري لحقوق الإنسان وحريته الأساسية، مثال أن تمتع أي شخص بهذه الحقوق والحريات يؤهله لعمارية الأرض، سمعتها باش يعمر الأرض واستخلاف الكون فيها، وأن هذه القيم النابعة من الأديان والمتحكم فيها مبدأ وجوب احترام حقوق الإنسان جميعا دون تفرقة وإقامة العدل، وهو المبدأ القاضي القائل بضرورة التسوية بين الناس بالحق وبوجوب إقامة العدل والإنصاف. هنالك عدة حقوق جاءت بها الدين جاء بعدة حقوق وتعاليم فكرية، منها العدل ومبادئ القاضية بضرورة التسوية وإقامة العدل، وهذه ما نصت عليها المواثيق بعد الحرب العالمية الثانية، ميثاق حقوق الإنسان 1945 يعني متعلق بحقوق الإنسان وعدم التمييز في المعاملة بين البشر، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، لا أبيض ولا أسود والأحمر إلا بالتقوى. يعني في هذه الحالة أن تعاليم الإسلام جاءت بما تضمنته الاتفاقيات الدولية العالمية. والآن أيضا اهتمت الشريعة الإسلامية بالعديد من الجوانب، عندنا الجوانب اللي تنظر إلى الإنسان بصفته فردا، يعني الإنسان عنده الحق باش يعيش، عنده الحق باش ما يعتديوش عليه، وبعدنا أيضا اهتمت بحقوق المرأة بمختلف مظاهرها، حق التساوي مع الرجل وحق وجوب تكريم الإنسان بوصفه إنسانا، بل البنادم هذا راه بنادم ما يجوزش تشتمه، ما يجوزش تضربه في وجهه، كرم وجهه يعني ربي كرم وجه الإنسان، يعني ما يجوزش هذه الصوالح تتعداهم، يعني تتعدى على ما أقرته الشريعة الإسلامية أو ما أقرته الديانات السماوية الأخرى اليهودية والمسيحية. يعني في هذه الحالة هذه هي المصادر الدينية. وأيضا سوف ننتقل الآن إلى المصادر الفلسفية والفكرية والسياسية، مثال الفكر الفلسفي ماذا نقصد به؟ أن الفلاسفة كانت عندهم اهتمامات كبيرة خاصة في الثورات الأمريكية 1776 التي جاءت بحق تقرير المصير الخارجي، هنالك فلاسفة دخل البلاد الأمريكا كي كانت في ثورة، قال لك الفلاسفة ديالهم قال لهم عندنا الحق باش يعني شعبنا يتكلموا على لسان الشعب ديالهم، قال لهم عنده الحق في تقرير المصير ديالهم، وهي حق من حقوق الجيل الثالث، حق تقرير المصير الخارجي الجيل الثالث، أي طرد المستعمر وهو حق جماعي من الجيل الثالث، والثورة الفرنسية أيضا
1789 جاءت حق تقرير المصير الداخلي ثاني في حرب مع ألمانيا. يعني في هذه الحالة جاءت حق تقرير المصير الداخلي، قالت لهم باللي عندنا الحق باش الشعب يغير نظام الحكم، لأن الشعب صاحب ومصدر كل سلطة. يعني نهار الثورة الفرنسية نهار ثار الشعب على هذا النظام، وقالهم باللي أن الشعب هو مصدر كل سلطة، والنتج عن الثورة الفرنسية إعلان حقوق الإنسان والمواطن. أمام الثورة الفرنسية نتج عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وهذا الإعلان كان بمثابة أرضية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مش كان في الحقوق العالمي للإنسان أداته فرنسا وأبليكاته طبقاته في الإعلان تحت حقوق الإنسان والمواطن، فهمتوا؟ في هذه الحالة هذه هي الفكر الفلسفي كاش كان. يعني كانوا فقهاء وفلاسفة اهتموا بهذه المبادئ السامية وأرادوا تجسيدها خلال حق تقرير المصير، خاصة في الثورة الأمريكية والفرنسية جاءوا بعدة حقوق، خاصة حق تقرير المصير الداخلي وإعلان حقوق الإنسان والمواطن من طرف الثورة الفرنسية، من طرف يعني الدولة الفرنسية. والآن ننتقل إلى أيضا التشريعات الدستورية الوطنية. يعني في الوطن أو في الدستور يعني الوطني، يعني اعتبرت هذه الحقوق كمصدر داخلي، شرعت حقوق الإنسان وحرياته اعتبروها كمصدر داخلي، وأن الأصل في حقوق الإنسان أنها ذات منشأ وطني، أنها تخرج من الوطن. هذه الحقوق الإنسان تنشأ من الوطن رغم تأثيرات القواعد القانون الدولي المتزايدة منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 48 يعني في 48 45 48 إعلان عالمي لحقوق الإنسان في 48 على التشريعات الدستورية الوطنية. لماذا؟ لماذا؟ لأن قواعد القانون الدولي هذه القواعد القانون الدولي، قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يعني علت ويعني توجور هي تكون فوق يعني الإعلان عن فوق الإعلانات اللي جايين تحتها، والإعلانات اللي جايين تحتها هما اللي يديو منها يعني المركز اعتبروها كمصدر يدو ما عندها الحقوق. وثاني الدستور هو القانون الأسمى بصفته معبرا عن آمال وطموحات وأهداف الجماعة السياسية، من الطبيعي باش ينظروا له كمصدر أول لحقوق الأفراد، لأن هذا الدستور هو اللي فيه الحقوق وكل شيء، يعني يبدو منه قوانين اللي تحته مثل الاتفاقيات. وهذه هي التشريعات الدستورية الوطنية. والآن ننتقل إلى الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية. الآن سوف ننتقل إلى مصادر اتفاقية إرادية. عندنا مصادر ذات طابع عالمي. أولا عندنا مصادر ذات طابع عالمي، وفي هذه المصادر ذات طابع عالمي لدينا اتفاقيات ومواثيق ذات طابع عام، ذات طابع عام. وعدنا في هذه الحالة أربعة ذات طابع عالمي. وش معنى ذات طابع عالمي؟ أنها عالمية، يعني عالمية وعندها وتنقسم إلى طابع عام وطابع خاص كما هو موضح أمامكم في الشاشة. الطابع عام يعني تتمثل في أربعة ميثاقات وإعلانات. أولا من الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات ذات طابع عام هي الميثاق الأمم المتحدة 1945 عفوا، وهنالك أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 10 ديسمبر 1948، لأن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الخطوة الأولى اللي بدأت التي تخطاها المجتمع الدولي عن طريق تكريس الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. هذه هي الخطوة الأولى باش بدأوا يهتموا بحقوق الإنسان خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 10 ديسمبر 1948. وثالثا العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية 1966، هذا عنده الفضل في صياغة وبلورة العديد من الحقوق، يسموها بحقوق الإنسان من الجيل الثاني، هذه الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهذه قاع يسموها حقوق من الجيل الثاني. دخلت حيز النفاذ، هذا العهد الدولي دخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976.
والآن سوف ننتقل إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا اللي جاء في 16 ديسمبر 1966، أدخل حيز النفاذ في 23 مارس 1973، وانضمت الجزائر إلى العهدين هذو، يعني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتاريخ 16 ماي 1989 في الدستور تاع 89. وأضاف العهد هذا إسهامات مهمة إلى النظرية السياسية الوضعية لحقوق الإنسان، وفصل في الأحكام متعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهنالك عدة تقريرات يعني قرر أعطاه الدار أبريكا بزاف حقوق تاع الجيل الأول، تاع حقوق الإنسان من الجيل الأول، فهمتوها هذه؟ يعني هنالك الحقوق من الجيل الأول اللي يهتم بها مثل الحقوق المدنية يعني، وهنالك حقوق سياسية من الجيل الثاني، سياسية من الجيل الأول، الجيل الأول حقوق سياسية والمدنية الجيل الأول، هي حقوق الإنسان من الجيل الأول. والآن سوف ننتقل إلى يعني مثال، أعطوا مثال على الحقوق هذه، مثل حق تقرير المصير، الحق في الحياة، الحق منع التعذيب، حق التكوين، الجمعيات، حق الأقليات في ممارسة ثقافتهم الخاصة. هنالك عدة حقوق تندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية. والآن ننتقل إلى يعني الحقوق التي ذات طابع خاص، الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات ذات طابع خاص. هذه الحقوق تندرج، حطوها ضمن بزاف من الاتفاقيات العالمية الخاصة، الخاصة بالتمييز العنصري، واتفاقيات متعلقة بجرائم الإبادة الجنس البشري والجرائم الحرب ضد الإنسانية، يعني عندها اتفاقيات واسعة بزاف في هذه الاتفاقيات ذات طابع خاص. وعندنا شحال عندنا من وحدة يعني في هذه الحقوق المتعلقة بالطابع خاص؟ عندنا 6 حقوق على وجه الإجمال، 6 اتفاقيات على وجه الإجمال. أولا الاتفاقيات المتعلقة، وكما قلنا هذه تندرج ضمن مجموعة كبيرة من الاتفاقيات، اتفاقية متعلقة بمكافحة التمييز والفعل العنصريين، يعني نميزوا باش ما نميزوش بين الاشخاص يعني الابيض والاسود، ومفهوم في هذه الحاله زعما القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، ما كاش التمييز ضد المراه ايضا. وثانيا باسكو كانوا المراه بكري كانوا يعتبروها مخلوق غريب، بداتك بعد يظهروا حقوق باش المراه هذه ما نديرولهاش تمييز عنصري ونميزوا بيناتهم، يعني في هذه الحاله رانا رايحين نحترموا جميع الحقوق. ثانيا الاتفاقيات التي تتعلق بجرائم التمييز ضد العنصر البشري والتعذيب وجرائم الحرب. كاين اول جريمه هي جريمه الاباده الجماعيه المعاقب عليها، وثانيا اتفاقيه مناهضه التعذيب والمعاملات القاسيه اللا انسانيه، وكاين انضمت اليها الجزائر هذه في 16 ماي 1989. وعد النظام الاساسي المحكمه الجنائيه الدوليه منعت هذه العفايس، منعت هذه الممارسات الغير انسانيه في حق الاشخاص والانسان. وثالثا ادنى الاتفاقيات المتعلقه بمكافحه العبوديه والاتجار في الاشخاص والعمل القسري. صافي هذو الاشخاص يعني داروا بروتوكولات وداروا اتفاقيات باش يمنعوا استغلال يعني الاشخاص للدعاره، يعني منعوا الاتجار في الاشخاص باش يبيعوهم، ومنعوا تعمل العمل القسري يعني 8 ما نعرف الوقتاش، يعني ما كاش وقت محدد، ما كاش يعني يعملوا الاطفال الصغار. في هذه الحاله هذه الاتفاقيات جاءت لمكافحه هذه العبوديه بمختلف اشكالها. وعندنا رابعا الاتفاقيات المتعلقه بحمايه الاجانب اللاجئين عديمي الجنسيه وحقوق العمل وحرياتهم. وعندنا خامسا الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات المتعلقه بحمايه النساء والاطفال والاسره. هذه اتفاقيات جاو يحميو جميع النساء والاطفال والاسره ديالهم. كاين اتفاقيات بزاف، على سبيل المثال الاتفاقيات الخاصه بالحقوق السياسيه للمراه، الاتفاقيه الخاصه بجنسيه المراه المتزوجه، الإعلان الخاص بحماية الإنسان والأطفال،
اتفاقية خاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. هنالك عدة اتفاقيات، وعدنا الاتفاقيات، وأخيرا اتفاقيات وبروتوكولات والإعلانات المتعلقة بمحاربي والأسرى المدنيين. يعني الأسرى اللي يدوهم في الحرب يعني عندهم الحق باش ما يضربوهمش، وباش يعطونهم يحسنوا الحال ديالهم تاع المرضى اللي تماك، ومثال حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب. هنالك عدة حمايات منحات مثل حماية الضحايا أثناء النزاعات المسلحة. والآن سوف ننتقل إلى الاتفاقيات ذات طابع دولي إقليمي. الآن سوف ننتقل إلى ذات طابع إقليمي. سوفش مانتا إقليمي داروهم غير في الإقليم، يا إقليم أوروبي، يا إقليم أمريكي، ويا إقليم إفريقي، ويا على المستوى العربي قاع، سوفي العرب قاع توحدوا. عندنا الاتفاقية الأوروبية. الاتفاقية الأوروبية فيها دوما تبعوا ملاحة في شرح نهضر. أولا عندنا تعريفها، وثانيا عندنا اللجنة ديالها، وثالثا عندنا المحكمة. صافي عندنا التعريف وعندنا المحكمة وعندنا الآلية. وشنو هالآلية؟ هي المحكمة. صافي آلية اللي تعزز احترام حقوق الإنسان وحمايتها. دائما هي القضاء، المحكمة. وأولا هو التعريف، وثانيا اللجنة، وثالثا المحكمة. وفي الأمريكية كيف عندنا تعريف، محكمة، لجنة ومحكمة. وفي الإفريقيين نفس الشيء، وفي العربيين نفس الشيء. دائما تعريفها لجنتها، وكي تفشل اللجنة رايحة تجي المحكمة. الآن سوف ننتقل إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. في تعريفها وش نقولوا؟ نقولوا باللي هذه بدأوا يخدموا عليها ويوقعوا، يعني وقعوها من طرف مجلس أوروبا. وقعها مجلس أوروبا في روما، في روما إيطاليا، في 11 ماي، ودخلت حيز التنفيذ في في 1950. مجلس أوروبا صدقوا عليها ووفق ووقعوا عليها في روما بإيطاليا في 11 1950. يعني وقتاش 11 هذه؟ في نوفمبر، في نوفمبر 1950. ودخلت حيز النفاذ، يعني بدأوا يخدموا بها في 3 سبتمبر 1953، يعني بمر 3 سنوات. وهذه الاتفاقية يقدروا يكونوا فيها أعضاء المجلس الأوروبي قاع، يقدروا يكونوا فيها نورمال. وشملت 66 مادة، مقدمة فيها 66 مادة، فيها ضمن 5 أقسام. وكانوا ودعموها بزاف بروتوكولات. شنو البروتوكولات؟ هما ملحقات اضافيه، حاجه زياده، زعما ندير قانون نزلو بروتوكول زياده، فهم حاجه زياده اضافيه. فيها 16 بروتوكول، زادوا لها 16 بروتوكول، هذا البروتوكول تعديليه اضافيه. والبروتوكولات هذو منها كاين بروتوكول السماح لمحاكم الدول الأطراف والمجالس القضائية بإعطاء آراء استشارية، يعطوا حماية حقوق الإنسان، ملكية التعليم وحرية الانتخاب. عندنا بزاف بروتوكولات زايدة، يعني يزيدوا بعض الحقوق. وهنالك يعني تضمن القسم الأول منها، من الاتفاقية الأوروبية، تضمن منها من المادة 2 إلى 18 الحقوق المدنية والسياسية. تعرفهم قاع من الجيل الثاني، من الجيل كما قلنا الجيل الأول، الحقوق المدنية والسياسية هما من الجيل الأول، نعرفهم قاعدك، نعرفوا الحقوق السياسية والمدنية، المثال حق في محاكمة عادلة، الحق في احترام الحياة الخاصة. شوف ما قعدوش غنعاودو فيهم وما عرفتوهم. المبدأ الشرعية، الحق في احترام الحياة الخاصة، حرية التفكير، الرأي، التعبير، الحياة، كاين بزاف من المدنية والسياسية. وكاين القسم الثاني وش يتضمن؟ يتضمن مادة واحدة، هي المادة 19، وهذه شيء مهم راح نبداوه دوكا. يقضي هذه القسم الثاني بإنشاء جهازين لضمان احترام الأطراف السامية المتعاقدة والمتعهدة في الاتفاقية، وهما كاين زوج عفايس بمقتضى هذا القسم، بمقتضى هذه المادة، باش نديروا جهازين باش نحترموا الأطراف السامية اللي تعقدوا في المعاهدة هذه تاع الاتفاقية الأوروبية. أولا اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، داروا لجنة باش ما يصلوا مشاكل يروحوا لها هي الأولى،
باش تفك هذو النزاع. وبعد كي تفشل اللجنة هذه داروا محكمة، محكمة لحماية حقوق الإنسان، أوروبية لحماية حقوق الإنسان. صافي كي تفشل تروح للقاضي، صافي كي يفشلوا من التسوية الودية مع اللجنة يروحوا للقاضي، القاضي يفريوها بحكم قضائي مع اللي ما يحكي لكم. وهذه الدول يقدروا يحيلوا الخروقات اللي يتعرضوا لها والانتهاكات للاتفاقية إلى هذين الجهازين. اولا عندنا المحكمه، المحكمه هذه تاع الاوروبيه دورها وشنو لحقوق الانسان هو الصهر، يعني الدور تاع الصهر على على كل ما يتصل بحمايه حقوق الانسان وحرياته. اولا هذه خلاص المحكمه قلنا وشنوها، قلنا تهتم على الصهر بحمايه حقوق الانسان ومراقبته ومراقبه مدى الوفاء الدول الاطراف فيما يتعهدان به، هذه خلاص. ثانيا اللجنه، اللجنه هذه مما تتشكل، تتشكل من عدة أعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة. شحال صافي أعضاء تاع الاتفاقية هذيك صافي يساوي عدد الأعضاء تاع الأطراف السامية المتعاقدة، زعما تعاقدوا على باش يحمي حقوق الإنسان ومنها وزادوا بروتوكولات. يعني في هذه الحالة مريحين يكونوا متساويين، يعني الأطراف السامية اللي تعاقدوا يكونوا متساويين. وما يجوز في اللجنة هذه أن تضم اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة، زعما ما داعش زعما بين زوج جزائريين يحطوهم بين زوج في اللجنة هذيك، لا لازم يكون جزائري واحد باسكو يمثل هذيك البلاد، ما داعش لين أشارت إليها، وينتخبوا من مدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف لجنة الوزراء لمجلس أوروبا. كانت اللجنة تعقد 6 دورات عادية في السنة، ودوكا تقدر تعقد دورات استثنائية للضرورة، زعما كاين مهام محددة في الاتفاقية، يعهدوها يدرسوها يعني في الضرورة. مثال دراسة مدى قبولية الدعاوي والشكاوي، اسكو هذه الدعوة اللي بعثوها للجنة اسكو مقبولة مع فيها الشروط المتوفرة، يعني ولكل الشكاوي المقدمة من طرفهم مرفوضة إذا كانت الأسباب التالية، كاين أسباب يرفضونهم الشكاوي هادو. إذا كانت الشكوى غير مطابقة ومخالفة لإحكام الاتفاقية، عدم استنفاذ الشكلي جميع طرق التقاضي الداخلية، يعني من أول درجة إلى المحكمة العليا، باسكو شغل عندهم كيما تدرج قضائي نورمال، محكمة الابتدائية نورمال، بعدك المجلس ومن بعدك المحكمة العليا، من أول درجة إلى المحكمة العليا. ثالثا ترفض اللجنة الشكاوى إذا كانت لا تستند بياناتها إلى أساس جدي وقانوني أو تعسف، ترفض إذا كانت تستند هذه البيانات اللي فيها باللي كاين تعسف، يعني تعسفوا في استعمال حق ديالهم. مثال الدعوة الكيدية، الدعوة الكيدية هذه مثال يسموها دعوة كيدية لأن فيها تعسف، هذا ما كان. وعدم قبول الشكاوي المجهولة متكررة، يعني مثال زعما يبحثوا يفصلوا زعما في دعوة تاع الشخص هذاك يعاود يرفعها في نفس البلاصة باش يطالب في حكم، هنا يرفضوها باسكو ما يقبلوش الشكاوي المجهولة والمتكررة. في هذه الحالة قلنا إذا قبلت اللجنة هذه الشكوى، في حالة أخرى إذا قبلت اللجنة هذه الشكوى رايحة تدرس القوائع نورمال، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية القضية، اللجنة وش تقوم؟ تقوم بالتقرير حول الوقائع وإبداء رأيها فيها بينسو، إذا كانت تشكل انتهاك لحقوق الإنسان، ومن بعد تلك ثم تتخذ المحكمة أو اللجنة إذا أحيل لها النزاع القرار النهائي. ومن بعد تلك مريحين يحطوا اللجنة هذه تبعثها للمحكمة، والمحكمة هذه رايحة ولا اللجنة هي تحط القرار ديالها. هذه إذا ما فشلتش اللجنة، إذا فشلت اللجنة باش تلقى حل هي رايحة تمدها للمحكمة والمحكمة تصدر القرار. واللجنة ما تقدرش تدرس أي حالة من تلقاء نفسها، لازم يكون الدول تقدم هذه الدول المنظمات غير حكومية والمجموعة من الأفراد شكوى حول الانتهاك، ما تقدرش تدرس أي حالة من تلقاء نفسها. وهذه هي الاتفاقية الأوروبية. والآن سوف ننتقل إلى الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان وحريته. وقتاش جاءت هذه الاتفاقية؟ جاءت 1969. هذه الأمريكية جاءت نتيجة عدة تطورات لإرساء حماية حقوق الإنسان، يعني جاءت نتيجة
عدة تطورات دولية يعني لإرساء حماية حقوق الإنسان. يعني كي تطور العالم هم حابين يديروا اتفاقية، بس كل الأولى اللي جات هي جات الأوروبية تهمنا بزاف، ركزوا عليها بزاف. واللي يجي موراها شكونها؟ يجي موراها الأمريكية. هذه الأمريكية راهي جات كوبي كولي على الأوروبية، ما تكذب عليكم، ما والأور الأمريكية جات كوبي كولي على الأوروبية، وزادت شوية صوالح، زادت شوية حقوق دياولها، فهمتوا؟ وهذه جات الاتفاقية نتيجة تطورات. شكون هم الدولية؟ تطور، كي نقولوا تطورات دولية نحكوا على الاتفاقية الأوروبية باش يرسيو باش يطبقوا حقوق الإنسان. أولا وضع الاتفاقية الأوروبية، كل ما جات الاتفاقية الأوروبية الأمريكية ما راحش تدير حقوق الإنسان. 1969 يا أخي قلنا الاتفاقية الأوروبية دخلت حيز النفاذ 1953، وقعوا عليها في 1950، في نوفمبر 1950. هذه جات من بعدها في 1969. ثانيا السبب باش خلاها تدير الاتفاقية هي تأسيس مجلس وزراء خارجية الدول الأمريكية في 59، وأسسوا اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، داروا مجلس وزراء تاع الدول الأمريكية واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. صافي، هذه العفسة الدوزيام نتيجة هذا التطور، كي أسست مجلس وزراء خارجية ودارت لجنة داروا هذا الاتفاقية. ثالثا تعديل الذي دخل على نظام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، داروا تعديل، وهذا التعديل خلى حقوق الإنسان يتطور، يعني باش يديروا هذه الاتفاقية 1956. ثالثا إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعادين الدوليين سنة 1966، هاي جاي تقبلها. صافي، كي جات هذه الأمم المتحدة للعهدين الدوليين قررت مجموعة من الحقوق، هذه الحقوق 1966 جاءت اتفاقية أمريكية باش تحمي حقوق الإنسان والحرية تاعو في 1969، جات من وراها 3 سنين. بـ3 سنوات. خامسا التعديل الذي أدخل على ميثاق منظمة الدول الأمريكية، جاء تعديل دخل على الميثاق تاع الأمم المتحدة الدول الأمريكية في 67، وأصبحت اللجنة هيئة من هيئات المنظمة، داروا لجنة، اللجنة هذه ولات هيئة من هيئات منظمة الدول الأمريكية. يعني هذه العوامل يعني أدتها بقيام مجلس وزراء منظمة الدول الأمريكية، وداروا لها البث النهائي في مشروع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي 69 انعقد مؤتمر في سان خوسيه بكوستاريكا، وافقوا على إبرام اتفاقية حقوق الإنسان الأمريكية، ودخلت حيز التنفيذ، حيز النفاذ أو التنفيذ في 18 جويليا 1978. يعني أسست في 69 ودخلت حيز النفاذ في 1978، وتم التصديق عليها وصدقوا عليها في 1980. صافي، دخلت حيز النفاذ 78 وصدقوا عليها في 1980 من قبل 23 دولة، بل 23 دولة. والآن سوف ننتقل إلى الفصل الثاني، يعني فيها وجدة، يعني في هذه الاتفاقية هي بينستر تأثرت بزاف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 48، وتأثرت من الاتفاقية الأوروبية بزاف، وكانت تناولت في المواد دياولها من 82 مادة اللي جات في الاتفاقية هذه. تناولت في الفصل الأول واجبات الدول، الأطراف والحقوق المحوية منها، جاءت واجبات الدول، جاءت تناول واجبات الدول الأطراف. وجاء في الفصل الثاني نصت على الحقوق المدنية والسياسية في 25 مادة، حق في الحياة، تحريم الرق والعبودية، حق في الحرية الشخصية، حق الحماية القضائية. والفصل الثالث جاء المكون من 26 مادة الذي ضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، هي حقوق الجيل الثاني، يعني الحق العدل، الحق في التعليم. ويلاحظ أن هذه الاتفاقية جاءت مماثلة للاتفاقية الأوروبية، جاءت كيف كيف مع الاتفاقية الأوروبية، وتناولت الحقوق المدنية والسياسية في 25 مادة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادة واحدة كيف كيف. واختلفت عن الأوروبية في أنها نصت على مواد جديدة، نصت على مواد جديدة مثل الحق في التعليم، ما نصت عليها الاتفاقية الأوروبية، جاءت في حق في التعليم. وتضمنت شرط تتبعوا مليحة، الحاجة اللي تميز الأمريكية على الأوروبية هي الحق في التعليم، وزادوا تضمنت شرطة سماها بالبند الاتحادي، داروا بند يسموه البند الاتحادي، يعني وضع بضغط، يعني شكون يداروا هذا البند الاتحادي. يخي قلنا بالاتفاقية على الأوروبية لحقوق الإنسان هي الأمريكية مستقلة لحقوق الإنسان، مستقلة في
في شخصياتها، لكن داروا بنت اتحادي في الاتفاقية الأمريكية بضغط ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الاتفاقية لحقوق الإنسان باش تبين روحها، علاش باش تشارك فيها، بصح لم يصادق عليه البند الاتحادي هذا الشغل، حبه الامريكان دخل روحها في هذه الاتفاقيه باش تقول لهم بلي انا ثانيك ودعمتكم ومنا، بصح هذيك الاتفاقيه اللي داروا الاتفاقيه ما صدقوش على البند الاتحادي هذا. والان اليات تاع الامريكيه لحمايه حقوق الانسان تاع الميثاق الامريكي وش فيه؟ فيه لجنه وفيه محكمه. اولا اللجنه هذه تاع الدول الامريكيه تكون من 7 اطراف، أعضاء يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة، ولازم يكونوا يتمتعوا بصفات خلقية عالية، لازم يكونوا بزاف عاقلين. وهذا الجهاز، هذه اللجنة تعتبر كجهاز لميثاق منظمة الدول الأمريكية لأنه جهاز أساسي، وثانيا بصفتها جهاز وآلية لحماية حقوق الإنسان منصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية، باسكو الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة هي تعزيز وحماية وترقية هذه الحقوق. وهذه اللجنة وش تدير؟ ترفع تقارير سنوي، كل ما يجوز عام ترفع تقارير سنوي للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الأمريكية ما تحقروهاش، هاي شيء أساسي، باسكو هذه اللجنة دايما ترفع لها كل عام التقارير العام بالحول حولها يعني حول الميثاق هذا، ترفع لها التقارير عام واش صرا كاع في المنظمة هذه، ترفع في الميثاق هذا ترفعوا لمنظمة الدول الأمريكية باسكو هي اللي تنظمهم، فهم. والآن ننتقل إلى الآلية واللي هي المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، هذه تضم 7 قضاة، أما الاتفاقية الأمريكية 7 أطراف، 7 أطراف تضم 7 قضاة، يعني تضم المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 7 قضاة، أما الاتفاقية الأمريكية تضم 7 أطراف ينتخبون لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ذوي عندهم الخلق والكفاءة. وهذه المحكمة تختص في واش؟ تختص في النظر في المنازعات المعروضة عليها بينسر، ويأتي دور المحكمة بعد فشل اللجنة، يجي المحكمة تخدم المحكمة بعد ما تفشل اللجنة في التسوية الودية وبالله فشلوها في حل النزاع. المحكمة هي جهاز مستقل ولائية إلزامية فيما يخص تفسير الاتفاقية، المحكمة جهاز مستقل وعندها ولاية إلزامية في تفسير الاتفاقية وتطبيقها، يعني بشرط الدول يعني يعطيوا إلزامية اختصاص المحكمة، شغل يعطيوا لها الإلزامية يقول لها انت اللي تفسر لنا هذه البند هذا في الاتفاقية بس احنا ما نش فاهمينه، يبقى المحكمة لازم عندها الإلزامية ولاية إلزامية باش تفسر، بصح بشرط أن الدول هذه يعني تمد هذه البند في نطاق الاختصاص تاعها، صافي هي المختصة في تفسير هذه في تفسير هذا البند. الآن حسب المادة 62 تاعها في إلزامية اختصاص المحكمة، وتمارس هذه المحكمة اختصاص استشاري فيما يتعلق بتفسير واختصاصات تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية. وهذه الاتفاقية لحقوها ببروتوكولين أساسيين، الاتفاقية الأمريكية لحقوها ببروتوكولين أساسيين، أولا بروتوكول متعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 88، وبروتوكول متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام المعتمد في 90، فهم صافي ما كانش عندهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما كانش عندهم يعني كهادو الحقوق يعني الشيء ما كانش عندهم كاع، مي كانوا عندهم مي بروتوكول اسمه إضافي زادوا لهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في 88 متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في 90. والآن انتهينا من الاتفاقية الأمريكية وسوف ننتقل إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، باش يعني أول شيء يعني يبدأوا يفكروا باش يديروا مشروع لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الدورة العادية ل 16، يعني الدورة العادية 16 لمؤتمر رؤساء الدول ومنظمة حكومات الوحدة الإفريقية في 63 اللي تحولت الاتحاد الافريقي في 1969، دوكا ولات اتحاد افريقي ماشي الميثاق الافريقي، ولات اتحاد افريقي. هذه منظمه حكومه الوحده الافريقيه ف
في 63 ما ولاتش اتحاد، ما ولاتش منظمة، ولات اتحاد افريقي. فهذا هذه الاتفاقية هذه يعني تكرر الاهتمام بها. في بعد ذلك داروا انشاء هذا الميثاق في مؤتمر القمه في الرؤساء والحكومات في نيروبي كينيا 1999 وبنجول في 1980 لدراسه هذا المشروع. فوافقوا عليه يعني الخبراء والافريقيين والوزاره من مؤتمر القمه 18. ومن بعد ذلك ولاو اقروا بهذا الميثاق، هو يسموه ميثاق بنجول ولا الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، يسموه بنجول، ميثاق بنجول بتاريخ تم اقراره بتاريخ 27 جوان 1981 من طرف منظمة الوحدة الإفريقية، ودخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر 1986. صافي بيناتهم 5 سنين صدقت، يعني بين التاريخ الإقرار وتاريخ دخل حيز النفاذ في 5 سنين، وصدقت عليه الجزائر في 23 فيفري 1987. وهذا الميثاق هو وشنو؟ هو آلية تهدف لترقية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في القارة الإفريقية. تناول في الجزء الأول الحقوق الفردية من المادة 1 إلى 17، حما يعني المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، هي حقوق من الجيل الأول، هي الجيل الأول والجيل الثاني، يعني من المادة 1 إلى 17 سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية من الجيل الأول والجيل الثاني. والجزء الثاني تناول الحقوق الشعوب، حقوق الشعوب يعني ماشي المواطنين، يعني اللي يجوا من برا اللي هما يحكمهم قانون الشعوب ماشي القانون المدني، من مادة 18 إلى المادة 24. وهذا ما يميز الميثاق الإفريقي عن غيره، يعني مميز بالشعوب، عنده مواد تتناول الشعوب. وهذه الحقوق جماعية من الجيل الثالث، هذه حقوق الشعوب هي حقوق جماعية من الجيل الثالث. مثال: فمنح حماية للأسرة من طرف الدولة وسلامتها وصحتها، وفي حين أن للشعوب الحق في المساواة وتتمتع بنفس الحقوق، حق في الشعب في تقرير المصير، في التصرف بحرية في ثرواتها، ضمن ممارسة الحق في التنمية الاقتصادية، الحق في السلام الأمن، الحق الشعوب في البيئة نقية وصحية ومرضية ملائمة للتنمية. صافي هذو قاعتك حقوق داروهم للشعوب اللي يجوا من برا، يعني باش يعيشوا في الجزائر ولا في دولة أخرى. واجبات الدول الأطراف في الميثاق، كاين عنصر يسموه واجبات الدول الأطراف في الميثاق، يعني المادة هي 25 و 26، وواجبات الدول وواجبات الخاصة بالأفراد. هادو الأفراد في الميثاق اللي تعاقدوا عليه، عفوا، هي تعاقدوا يعني هنالك واجبات لازم يلتزموا بها، يعني يحافظوا على التضامن الاجتماعي بيناتهم والتقوية ديالو، ويحافظوا على الاستقلال الوطني وسلامة الوطن باش واحد ما يدنا لخوه. وثالثا عمل بجهد ودفع الضرائب الذي يفرضها القانون في تقديس العمل، واخيرا المساهمة في تنمية الوحدة الافريقية وتحقيقها بيان سور، بما انه هو ميثاق افريقي. هذا الميثاق شعوب تميز، عنده مميزات هذا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، عنده مميزات. أولا المميزة الأولى أن الاتفاقية الدولية الأولى نظمت ضمن وثيقة واحدة الحقوق السياسية والمدنية للأفراد والشعوب بنفس الوقت، يعني هذه الاتفاقية الدولية في وثيقة واحدة الأولى، يعني الاتفاقية الدولية الأولى يعني نظمت ضمن وثيقة واحدة الحقوق السياسية والمدنية للأفراد والشعوب في نفس الوقت، وألزم الميثاق الأطراف، يعني الأطراف اللي فيه، على النهوض بالحقوق والحريات وترقياتها، مفهوم عن طريق التعليم والتربية والإعلام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق والحريات وما يقابلها من أداء للواجبات. ويعتبر أول اتفاق يفصل في واجبات الفرد اتجاه الدولة، أول اتفاق يفصل في واجبات الفرد اتجاه الدولة، يعني هذا الميثاق الشعوب أنه أول اتفاق يفصل في واجبات الفرد اتجاه الدولة والمجتمع والأسرة. صافي يفصل يعني يقول قال واجبة تاع الفرد تجاه الدولة وش لازم، وتجاه المجتمع وش لازم، وتجاه الأسرة وش لازم، خلال مواد 27 وإلى 29.
والآن سوف ننتقل إلى آليات هذه الرقابة والحماية على المستوى الميثاق الإفريقي لحماية الإنسان والشعوب، حقوق الإنسان والشعوب. أولاً، عندنا لجنة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. في هذه اللجنة، هي أنشئت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 87. هذه اللجنة أنشئت في 87 استناداً لإحكام المادة 30 من الميثاق. اتخذت من مدينة بانجول يعني غامبيا مقراً لها. 87 استقالات في غامبيا. تقوم بمهام وكل إليها من قبل مؤتمر رؤساء والدول. مؤتمر رؤساء وش معنى ده؟ صفي الرؤساء تاع إفريقيا قاعتي كيجوا يتلاقاو، ومام إذا كانت ممالك رؤساء لا نقول الرؤساء، الرؤساء باسكو كاين رئيس يعتبر رئيس وكاين رئيس يعتبر مالك، يعني مالك. وهذا الرؤساء والملوك يعني إذا كان عندنا ملوك في إفريقيا يعني يتلاقاو يعني في والدول يعني أيضا الدول يعني إذا كانت منظمات حكومية وغير حكومية راهم رايحين يتلاقاو في هذا المؤتمر، ومهام يعني توكل لهم مهام أخرى تقوم بها بشكل رسمي ورئيسي. عفوا، مثال حماية وترويج وتعزيز حقوق الإنسان، تحمي حقوق الإنسان بينسور لجنة تحميها، وضع مبادئ وصياغة قواعد لحل النزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان، دير مبادئ دير دي برانسيب باش يخدموا حقوق الإنسان باش يحلوا بهم النزاعات، يديروا حقوق إنسان يحلوا بهم النزاعات، وأيضا فك النزاعات والخلافات في المؤتمر وتنجز تقارير وتنشرها. ثالثا، تفسر الأحكام الواردة في الميثاق، بينسور تفسر الأحكام اللجنة عندها مهمة تفسير الأحكام. رابعا، القيام بكافة المهام الموكلة إليها مختلف منظمات أمم الإفريقية، إذا كانت منظمات أمم الإفريقية تعطي لهم مهام لازم اللجنة تقوم بها. خامسا، تتلقى كافة الشكاوي من الدول وإيجاد حلول لها وإعداد تقارير شامل للوقائع والنتائج وعرضه على مؤتمر رؤساء الدول، رؤساء والدول مع توصيات للنظر فيه. صافي تعد شكاوي يعني هذه تتلقى شكاوي وتنظر فيها وتشوف الوقائع والنتائج وتعرضه على مؤتمر رؤساء الدول وتحط توصيات باش يشوفوا فيه. سادسا وأخيرا، تتلقى الشكاوات من الأفراد بعد استنفاد كافة طرق الطعن الداخلية، وأن تكون الشكاوي متعلقة بانتهاكات خطيرة أو جماعية. يعني تتلقى الشكاوات من الأفراد بعد استنفاد كافة طرق الطعن الداخلية، يعني لازم يكونوا من المحكمة إلى المجلس ومن بعد ذلك إلى المحكمة العليا، وبعد كي يكون في المحكمة العليا لا يعتبر إجراء نهائي. وصافي كي توصل المحكمة العليا لازم تكون تلقى دارت كافة هذه الطرق الطعن الداخلية يسموها، وأن تكون الشكاوي متعلقة بانتهاكات خطيرة وجماعية. والآن ننتقل إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. انتهينا من اللجنة، قلنا اللجنة في هذه الحالة هذه اللجنة فشلت. الآن ننتقل إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هذه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تأسست بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق هذا، المبرم بمدينة واغادوغو يعني في بوركينا فاسو في سنة 1998، ودخل حيز النفاذ في سنة 2004 بعد المصادقة عليه أكثر من 15 دولة إفريقية، يعني 27 دولة لحد الآن، يعني لحد الآن صدقوا عليه 27 دولة من بينهم الجزائر. فهذه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دخلت حيز النفاذ في 2004 بعد المصادقة عليه، يعني هذا الميثاق يعني بعد المصادقة عليه من أكثر من 15 دولة إفريقية. لحد الآن يعني صدقت عليها 27 دولة بينهم الجزائر في 2003. فتختص المحكمة، هذه المحكمة تختص في وماذا؟ في النظر في النزاعات المعروضة والمحالة إليها المتعلقة في تفسير وتطبيق الميثاق، يعني تنظر في النزاعات المعروضة والمحالة إليها المتعلقة بالتفسير وتطبيق الميثاق. ثانيا، تمارس اختصاص قضائي، بينصير محكمة عندها اختصاص قضائي زائد استشاري،
أولا تصدر الأحكام القضائية النهائية لا استئناف فيها. ثانيا تمارس الاستشارة إذا تقدم الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته الرئيسية بمسائل إليها. مما تتشكل هذه المحكمة؟ تتشكل من 11 قاضيا من مواطني الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يتم انتخابهم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بصفة فردية، ورجال القانون لازم يكونوا رجال قانون متخلقين وعندهم الكفاءة. ويوجد مقر المحكمة هذه بأروشا تنزانيا، هذه المحكومة أروشا في تنزانيا هي المقر ديالها تاع المحكمة هذه. فاستنادا للمادة 5 من البروتوكول، واش تقدر دير المحكمة هذه؟ أيضا يمكنها استلام وتلقي الشكاوي، يمكن للمنظمات الغير حكومية والإفريقية لها صفة عضو ملاحظ في اللجنة الإفريقية، عندها غير صفة عضو ملاحظ في الصفة في اللجنة الإفريقية، تقدر يعني تقبل اختصاص المحكمة هذه ويقدموا لها القضايا باش تفصل فيهم. وهذه هي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، قلنا كي تفشل اللجنة يروحوا للمحكمة، والمحكمة هي اللي تفصل في هذا النزاع. والآن ننتقل إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد هذا بتاريخ 23 ماي 2004، جديد يعني 2004، دخل حيز النفاذ في 15 مارس 2008، صادقت عليه الجزائر بتاريخ 11 فبراير 2006. مفهوم؟ في هذه الحالة كان هذا الميثاق يعني اعتبر جميع أشكال الصهيونية والاعتداءات الخارجية اللي كانت تمارس في حق الشعوب ديال العرب، يعني بأشياء تجاوزية لكرامة الإنسان وعائق أساسي يحول دون تمتع الشعوب بحقوقها. هذا عائق بيخليش الشعوب تدير حقوق ديالها. إيبا وجدة ولا يسوي بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية ويمد لهم الحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي، صافي يمد حقوق، يعني يمد الفئات معينة مثل النساء يمد لهم حقوق معارضة مع الدستور، يسموه تمييز إيجابي. هي شيء مشروع صحيح يعارض الدستور لكنه شيء إيجابي ونورمال، يعني شيء مقبول. وكأذا الميثاق نص باللي الناس قاع متساويين أمام القضاء والقانون، وقال باللي أن الدول العربية الأطراف في ميثاق في الميثاق عندهم مستقلين قضائيا وعندهم الحماية القضاة يعني من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، وأن القضاة هادو مستقلين يعني بالقطاع ديالهم بالسلطة ديالهم، وباللي تدخل أي تدخل يهدد القاضي هذا كم رايحين يخلصوها غالية. كما أشار الميثاق إلى الحق في المحاكمة العادلة، هما الحقوق من الجيل الأول، هما الحقوق المدنية والسياسية، وتتوفر فيها ضمانات كافية وتقوم بها محكمة نزيهة مختصة ومستقلة ومنشئة سابقة بحكم القانون. وهذا الميثاق نص على الكثير من الحقوق والحريات الأساسية كما حرية الرأي والمعتقد والإعلام. شوفوا نص على جميع الحقوق تاع السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية من الجيل الأول والجيل الثاني، راكم تعرفوهم مصباح ونعودوا فيهم، هما نفس الحقوق. وباش نجسدوا هذه الحقوق يعني باش نابليكوها ونضمنوا باللي تطبق هذه الحقوق، عندها الميثاق العربي هذا عنده دائما آلية ولجنة. اللجنة هي اللجنة والآلية هي المحكمة. يعني وش يصرى في هذه الحالة؟ تقدم الدول الأطراف التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من دخول الميثاق حيز التنفيذ، يعني يقدموا يعني للجنة هذه يمدوا لها التقارير ديالها خلال بعد سنة من حدود من دخول ميثاق حيز التنفيذ يعني، والتقرير الدوري كل 3 سنوات حسب المادة 48، يمدوا للجنة هذه الدول هذو يمدوا لها شك عام، كل عام يمدوا لها تقرير دوري لكل 3 سنوات صراو في الدولة تاعهم، يعني باش اسكو انتهكوا حقوق الانسان، اسكو صراو منت يعني اشياء خارجة عن القانون. وثانيا تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم توصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق، مع إحالة تقرير سنوية تضمن ملاحظاتها وتوصياتها لمجلس الجامعة.
عن طريق شكون الأمين العام. هذه وش تدير؟ تناقش، تناقش التقرير وتتحط الملاحظات اللي يولها، وبعد ذلك تكمل تناقش التقرير توحيله، يعني تكون يكون سنوي، يكون عام، عام كومبلي جاز عليه 12 شهر، يتضمن الملاحظات المجلس الجامعة، تحطه المجلس الجامعة العربية عن طريق الأمين العام تاع الجامعات هذه. والآن فشلت اللجنة، قلنا بلي اللجنة هذه فشلت، وش دير؟ تحيل القضية إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان. الآن من آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها هي المحكمة العربية. خطت يعني المحكمة الجامعة الدول العربية، هذه خطوة هامة وضرورية على طريقة حماية حقوق الإنسان وتطبيقها. يعني باسكو المحكمة هذه ما كانش تكزيستي، ما كانش تكزيستي هذه المحكمة حتى بتاريخ 6 و7 ديسمبر 2014. في 2014 يعني داروا نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، داروا المحكمة واخطأوا وخيروا لها، يعني المقر ديالها هو عاصمة البحرين، عندها المقر ديالها هو عاصمة البحرين، ويتكون نظامها من 7 قضاة، ونظامها يدخل حيز التنفيذ إذا صدرت عليها 7 دول أعضاء. بصح الميثاق هذا، الميثاق الميثاق العربي لحقوق الانسان، ما نصش يعني في البنود ديالو بلي رايحين يديروا محكمه، هضر على اللجنه بصح المحكمه ما هضرش عليها. صافي نتيجه هذا الفراغ اللي راه صاري في هذه الميثاق العربي، يعني الجامعه العربيه ملأت هذا الفراغ. وزاره الخارجيه تاع الجامعه العربيه، هي خارجية بينسور، وزارة خارجية الجامعة العربية، ملأت هذا الفراغ وسدت هذه الثغرة هذه يعني في الآلية الميثاق، وأسست محكمة عربية تسهر على احترام وحماية وترقية وتطبيق حقوق الإنسان وحريته الأساسية في الدول العربية الأعضاء في هذه الجامعة. أيضا فهذه الجامعة يعني اتخذت كما قلنا مملكة البحرين أو عاصمة البحرين مقرا لها، وانعقد هذا المؤتمر لتأسيس هذه النظام يعني المحكمة العربية، انعقد في المنامة في 25 و26 فبراير 2013 بحضور وزراء وممثلي الدول العربية من خبراء، ويعني حضور كبير من ممثلي المجتمع المدني، هنالك يعني عدة ممثلي المجتمع المدني وأيضا باحثين وخبراء. وبفضل التأثير الإيجابي لهذه المنظمات اللي جاوا باش يديروا محكمة عربية يعني، والدول الغير حكومية أيضا، يعني المنظمات الغير حكومية الدولية، خلوهم يتفقوا باش يديروا محكمة عربية ويخرجوها إلى الوجود. وهذا الشيء قلنا وقتاش باش يعتمدوا المحكمة، والذي انعقد في المنامة سنة 25 و26 فبراير 2013. هذا النظام اعتمدوه يعني في 25 فبراير 2013، باش نكونوا دقيقين جدا. والآن سوف ننتقل إلى بعض الملاحظات الخاصة بالمحكمة هذه. هذه المحكمة استنادا لإحكام المادة 52 يتعين بتأسيس هذه المحكمة، وأن يتم إبرام هذا البروتوكول من طرف مجلس جامعات الدول العربية على مستوى القمة. لازم توقع عليه جامعات الدول العربية على مستوى القمة باش نعتمدوا على هذا البروتوكول. وثانيا على شكلة ما حدث وعلى غرار ما حدث للميثاق العربي لحقوق الإنسان نفسه المعتمد في مؤتمر القمة العربية بتونس 2004، وهذا الإعطاء أعطى أهمية أكبر وأبعد وأوسع لهذه المحكمة. نتيجة هذا المؤتمر ونتيجة هذه التعديلات ونتيجة لهذه المؤتمرات، خلاو باللي باش يعطوا أهمية كبيرة لهذه المحكمة. وهذه هي النقطة الأساسية باش نركزوا على المحكمة العربية لميثاق العربي لحقوق الإنسان. فهذه المحكمة تقتصر اختصاصاتها حسب المادة 16 من نظامها يعني على الدعاوي
يعني تفصل في الدعاوي النزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي أو أي اتفاقية عربية في مجال حقوق الإنسان، وتكون الدول المتنازعة طرفا فيها. وهذه هي كافة المواضيع التي يجب علينا معرفتها ومناقشتها في موضوع حقوق الإنسان ومصادر حقوق الإنسان، إذا كانت دينية أو فلسفية أو اتفاقية. وفي الأخير أقول لكم أن هذه المعلومات كلها من المحاضرات ومن القانون ومن الكتب ومن الفقهاء، وبالتوفيق للجميع في الامتحانات أو المسابقات، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكون قد وفقني في عرض هذه الدروس. ولا تنسوا الإعجاب بالقناة ونشر هذا الفيديو إلى أوسع نطاق، والإعجاب بالصفحة في على مستوى الفيسبوك The Helper Amir، وتنتقلوا إليها لأن هناك عدة نشاطات أمارسها فيها. ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.